استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطال عمامرة وزراء الخارجية العرب الذين حطوا رحالة بالجزائر، حيث أجرى مجموعة من اللقاءات الثنائية، وذلك بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال على هامش أشغال الاجتماع الاقتصادي والاجتماعي التحضيري على المستوى الوزاري، حيث نوه المشاركون في هذه اللقاءات بالجهود التي تبذلها الجزائر من أجل نجاح هذه القمة في طبعتها 31. كما تم التطرق على انفراد كافة الملفات المطروحة على الصعيد العربي المشترك وآليات العمل العربي وسبل إنجاح هذه القمة بما يخدم المصالح العربية. تبادلنا الرأي حول مختلف بنود جدول أعمال القمة المقبلة، وبطبيعة الحال تونس سوف تكون سعيدة جدا بتسليم المشعل إلى فخامة الرئيس عبد المجيد تبون، وبطبيعة الحال نحن على ثقة تامة بأن الجزائر سوف تتولى هذه المهمة بكل اقتدار، خاصة وأن الجزائر أثبتت في العديد من الاستحقاقات الكبرى مدى جدارتها في إدارة الشأن العام والشأن العربي والمصالح العربية والدفاع عنها بكل اقتدار وبكل جدارة. الجزائر واعية بذلك وسوف تتولى يعني هذه المهمة بكل اقتدار، كما قلت تتولى التعبير عن الهواجس العربية والدفاع عن المصالح العربية في كل المحافل الدولية، وسوف تتقلد الجزائر إن شاء الله المقعد غير دائم بمجلس الأمن، وستكون كذلك في محطة أخرى هامة جدا. هناك تأييد دعم وإسناد عربي لأي جهد يبذل من أجل إنهاء حالة الانقسام الفلسطينية الفلسطينية ومن أجل الوصول إلى المصالحة الفلسطينية. الجميع يقدر ويشكر الجهد الجزائري الذي بذل من أجل تحقيق ذلك، وهناك مشاريع قرارات صيغت من أجل العمل على أولاً تقديم الشكر للجزائر على ما بذلته من جهود، وثانيا في كيفية العمل المشترك على المستوى العربي من أجل العمل ووضع الآليات المطلوبة لتنفيذ تلك القرارات. ناقشنا بعض القضايا المشتركة واتفقنا على آلية العمل لكي ننجح هذه القمة، ونتمنى لها كل النجاح لأن فيها كل المقومات، وإن شاء الله كل القرارات القمة العربية في الجزائر تكون لمصلحة الملف العربي وللدول العربية، ونحن هنا لكي نعمل معا يد بيد ليبيا مع الجزائر من أجل مستقبل أفضل للوطن العربي ولدولة الجزائر وليبيا معا. نحن نشكر الجزائر لعقد هذه القمة من بعد مدة طويلة لم نستطيع أن نلتقي، وهناك قضايا عربية كثيرة يجب بحثها ونبحثها في اجتماعات المندوبين واجتماعات الوزراء الخارجية، ونحيي كمان الجزائر لجمع الفلسطينيين لأن ذلك مهم لكل العرب، مش فقط للفلسطينيين، لكل العرب. Nous sommes là aujourd'hui et nous espérons et nous allons tout faire ensemble pour que ce sommet soit une réussite pour le monde arabe. Nous espérons qu'en cette période de crise économique sur le plan mondial, nous allons pouvoir ensemble nous tenir main dans la main pour avancer et avoir des solutions qui vont être bénéfiques pour l'ensemble de nos populations et même pour le monde entier. وتحديات مختلفة. إذن المطلوب من هذه القمة دراسة كل هذه التحديات ودراسة السبل لمواجهة بعض هذه التحديات، وخاصة التحديات المتعلقة ببلداننا. الجزائر تستطيع أن تلعب الدور الريادي وتلعب الآن الدور الريادي في هذا الإطار.